وكان يزاحم الحسين على رفع الجنازة وهو يبكي. عجيب عجيب هذا المنظر جدا. فقال له الحسين: تزاحمني على تشييع أخي؟ ماذا أنت سويت وياه؟ رحت فعافيت وفزيت وكذب. قال: إنما صنعت هذا مع جبال الحنين. إنما صنعت هذا مع جبال الحلم. يعني الإمام الحسن معروف حليم أهل البيت. في أخلاقيات الإمام مسائل كثيرة، في معجزاته يمكن إحنا نقول معجزة نحدثكم عن معجزة، يعني هي بطبيعتها لا تصدق إلا تشوف تقرأها وتشوف العنعنة مالتها. لا نذكر هذا، نتركه للمجالس الخاصة أو مجالس أخرى. لكن تسلط الضوء على أخلاق الإمام الحسن صلوات الله وسلامه عليه بدرجة كبيرة من الكرم والخلق والعفو والحنان والرحمة، حتى أنه في حديث يرجع الطرف، يعني صحيح العنعنة من الطرف، أن يقول الإمام صلوات الله وسلامه عليه: كانت جماجم العرب بيدي وهبتها قربة من الله تعالى. يعني أنا أقدر أعلن حرب على معاوية كما أعلنها هو على أبي علي بن أبي طالب، ولكنه أنا رأيت من أصالح معاوية وأحفظ دماء المسلمين. يعني كانت جماجم العرب، يعني كل العرب لو استمر الإمام الحسن في القتال من هذا الباب فقط كقتال، لا نشرح تحليلات أخرى، لكان ورث هذا القتال وصار مستمر إلى أن تنقضي العرب كلها، حتى صاح أهل الشام: فنية العرب يا ابن أبي طالب، فمن يواجه الروم؟ يعني القتال اللي صار في صفين ذلول العرب أحب قتلى، كان الدم يغرف بالمغاريف ليلة الهليل. هذا البيت اللي يخلوه على الرأس كان يشيلون فيه الدم، وكانوا يتقاتلون. علي عليه السلام موضوع آخر في موضوع تأسيس الدين، لقد قاتل معاوية قتالا حتى فنيت النبال وتكسرت الرماح وسلمت السيوف وفنيت الخناجر، ثم تحاربوا بالحجارة، ثم لما فنيت الحجارة تحاربوا بالعب. كان يمسك العراقي الشامي ويعذبه، ولما انهكوا من العرض بعد ما صار في حيل عرض كانوا يتحاربون بالتراب، يشيل تراب ويبني عليه تراب، ولما ما استطاع بعد كلش كانوا يتحاربون بالمواقفه. تعرف مواقفه ايش من يتحاربون؟ كان يقف العراقي امام الشامي، من الاول يسقط؟ ايش يكفون؟ واحد عينه بعد الثاني، منو يسقط اول؟ فلما سقطوا كان هو ساقط يرشح عليه انه لو كان بيدي هنا قبضنا. هذا حرب التأسيس مو حرب التفريع. حرب الإمام الحسن صلوات الله وسلامه عليه تكون حرب التفريع، كان يقول أنا كنت أقدر، لأن مسوغات الحرب قائم من ذلك لولا أنه يقبل القضاء على الظاهرة الأموية. لهذا يقول: وهبتها، كانت جماجم العرب بيدي وهبتها قربة إلى الله تعالى. في هذا اليوم ما أحوجنا إلى أن نمتثل بأخلاق الإمام الحسن صلوات الله وسلامه عليه، حتى أنه قال في موضوع الشهادة وفي موضوع التشييع، يقول لما دخل الحسين على الإمام الحسن وهو يلفظ كبده والسلام عليكم ويفحص فيه بعود كان معه، كان لما يتهوع قطع دم كان يشوفها، يعني حجمها واثر السم فيها، فقال ابو عبد الله الحسين صلوات الله وسلامه عليه: من قتلك يا اخي؟ او من فعل هذا بك يا اخي؟ فنظر اليه الحسن ثم قال: ما تريد ان تسمع؟ شنو تريد تعرف القاتل حتى شو تسوي؟ قال: انتقم منه، اقتله. قال: لا، فيما معناه؟ قال: ان له يوما لا يعطف. احنا اهل البيت ما انخلقنا من الدنيا للانتقام، الله هو
الذي ينتقم لنا، كما قال الحسين صلوات الله وسلامه عليه، قال ينتقم لي منكم. فقال الشيخ: ما تعني يا ابن فاطمه؟ قال: يضع بأسكم بينكم، يجعل بأسكم بينكم ويمزقكم تمزيقا ويجعلكم طرائق قبلنا. انت لا تقترح على الله انه ينتقم لك، انت بس خلي امورك ماشيه طبيعيه، مثل ما الامام الحسن صلوات الله وسلامه عليه في موضوع الشهاده، وفي موضوع التشريع ايضا نفس الشيء، لما صار كلام قال: اخي ابا عبد الله، حنطني بفاضل حنوط رسول الله، وكفني وادفني عند جدي، فان منعت فلا تفريق في دمي محجبه دم قط. يعني اذا على موضوع تدفني عند النبي بتريد تقاتل السوي بمقدار محجبه اللي يسوي حجامه، ماكو يعني اقل من هذا، يصير ياخذون من ظهره دم، محجبه دم يعني مقدار اللي الحجام ياخذ من الانسان دم، يقول بقد هذا لا يكون يصير دم في موضوعي. حتى انه لما منع يقول ابو فاضل كان حاضر التشريع اراد ان يسحب السيف ويقاتل، فقال الحسين: لا، وصيه ابي محمد ان لا تقاتل. وفي الواقع عدم القتال ترى تقنين العيش الديني الخلقي الاسلامي المتطور وفق حيثياته، باعتبار انه السنترال كود يعني معناته نستسلم دائما ونرفع ايدينا دائما، لا، مو هذا المعنى. الاستسلام والخنوع ليس من ديدن احنا البيت، ولكن لاحظ كل الحروب التي شنها او شنت على رسول الله كانت كلها هجوميه من اعداء